حياكم الله يا نهى، راح نبدأ إن شاء الله شوي، نبدأ بس ننتظر شوي ونشوف بإذن الله عز وجل. حياكم الله، حياكم الله جميعا. الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت واضح. الحمد لله، الصوت واضح بالنسبة لي. ممتاز يا أسامة. نهى، الصوت واضح يا نهى أو لوحدك الآن يا أسامة؟ طب بما أن المحاضرة مسجلة راح أبدأ، ومن يريد أن يرغب يكمل معنا يكمل معنا لاحقا، وينظر للجلسة من خلال التسجيل اللي راح أحطه إن شاء الله بإذن الله عز وجل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في المنتدى بإذن الله. راح نشرح الآن بما أنه هي محاضرة رسمية، احنا نشرح اللي يعني ما يتمكن عاد بعدين هو إن شاء الله بإذن الله عز وجل يشوفها. طيب أسامة، الشرائح واضحة قدامك، الشريحة واضحة قدامك أسامة. أسامة، الشريحة واضحة قدامك. نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسامة، الصوت والصورة واضحة صحيح؟ بس طمني يا أسامة، الله يعافيك. إذن نبدأ في هذه المادة اللي هي مادة ريادة الأعمال. إن شاء الله أنها تكون مادة خفيفة لطيفة عليكم بإذن الله. المادة سهلة بس لابد من المتابعة معي والجد والاجتهاد، وإن شاء الله ما تلقون إلا كل خير بإذن الله عز وجل. واضح أسامة؟ واضح؟ واضح أسامة صحيح؟ أسامة؟ واضح؟ معاي أخوي أسامة؟ طيب الحمد لله. راح نتكلم عن قضية ريادة الأعمال، راح نتكلم عن أهمية ريادة الأعمال. طبعا ريادة الأعمال هي من أهم المواضيع الموجودة حاليا في المجتمع، وهي يعني حديث الناس سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الشبابي بشكل يعني ملفت للنظر، وهذا يدل على أن الموضوع مهم جدا، ويستحق من الدراسة ويستحق من الشيء الكثير. راح ناخذ تعريف ريادة الأعمال والتوجه لريادة الأعمال. راح ناخذ نتكلم عن تطور ريادة الأعمال، وعن العوامل التي أدت إلى ظهور ريادة الأعمال، وفوائد ريادة الأعمال، ومخاطر وسلبيات ريادة الأعمال.
التوجه نحو رياده الاعمال في كثير، قلنا اتكلم على المستوى الاكاديمي في المؤسسات التعليميه والبحثيه، او المستوى التجاري في قضيه المنشات الصغيره والمتوسطه، او المنشات او العمل الحر، ما نسميه العمل الحر الذي ينطبق عليه صفات رائد الاعمال او رياده الاعمال، او على مستوى الحكومات الاهتمام بها لرياده الاعمال كمصدر للدخل او كمصدر للتوظيف، اذا فعلا طبق عليها المعايير المهمه وفعلا تمت ممارستها بالشكل الصحيح والسليم. تطور رياده الاعمال، هناك عوامل ثقافيه واجتماعيه وعوامل بيئيه. لا شك ان العوامل الاجتماعيه في قضيه الان وجود اشخاص كثر في قضيه تاسيس اعمال جديده ومحاوله تاسيس بزنس او عمل حر خاص بهم. ايضا العوامل الثقافيه والاجتماعيه في المجتمع تغيرت، وبالتالي مساهمه الرجل والمراه اصبحت واضحه للجميع في قضيه أن يكونوا مصدر لدخل الأسرة، وبالتالي يوجد منهم من يتجه إلى العمل الحر، وبالتالي يوجد له أفكار ريادية جديدة لم تطبق ويحاول أن يبتدئ بها أو تبتدئ هي بها مشروع فعلا يدر عليها مصدر دخل مادي ويكون له إضافة على المجتمع. طيب، من فوائد ريادة الأعمال، فوائد ريادة الأعمال طبعا ما أدري أسامة أنت قد سمعت عن ريادة الأعمال يا أسامة ولا ما قد سمعت من أول؟ أسامة قد سمعت؟ هل سبق سمعت يا أسامة؟ ريادة الأعمال هي قضية خلينا نقول بشكل مبسط في قضية البدء بفكرة مشروع يعني وممارسته بشكل جديد، وتكون الفكره جديده او فكره سابقه ولكن تطبق بفكره جديده مبتكره لم يسبق لاحد العمل بها، وبالتالي تفتح لك بزنس او تفتح لك عمل خاص فيك، وبالتالي انت تمارس عمل حر خاص فيك انت كريادي اعمال. مو بالشرط انه يكون هذا العمل من البدايه يكون فيه ضخ راس مال كبير او الى اخره، القضيه انه يكون في فكره مشروع جديده او انه يكون مشروع اوريدي موجود لكن ادخلت عليه افكار جديده مبتكره فريده من نوعها، وبالتالي تستمر في عملك. قد يستمر وقد لا، نحكم عليها من عوامل ناخذها في المحاضره هذه ومحاضرات قادمه باذن الله عز وجل. من فوائد رياده الاعمال الاستقلاليه والتميز، لانك تكون مستقل بنفسك، تكون مستقل انت بنفسك، يكون لك عملك الخاص الذي تعمل تحاول ان تكون فيه يعني مجتهد وتحاول ان تعمل فيه كل ما بوسعك حتى تحقق ال 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 الشيء المطلوب من هذا العمل الحر. طبعا في كثير ناس يقول لك الاستقلاليه، طبعا في استقلاليه لان ما حد يعني انت الان تعمل لعملك انت وفكرتك انت، لست موظف عند احد. طيب، قد يكون في جانب من انواع التميز، تتميز بفكرتك مثل ما قلنا، تكون اذا كنا نتكلم عن رائد اعمال نتكلم عن فكره جديده وليست فكره اوريدي موجوده عند كل الناس، تحقق طموحك بحيث انه تمشي في افكارك باذن الله عز وجل، تحقق ارباحك وتساهم في خدمه المجتمع عن طريق توظيف ناس معك، خلق فرص وظيفيه للاخرين الى اخره، من الاعمال المهمه في رياده الاعمال. طيب، من مخاطر وسلبيات رياده الاعمال، احنا نتكلم منها قبل شوي ان هذا المشروع الحر تبدا فيه، في البدايه قد يكون الدخل عندك غير ثابت، انت الان تبدا في مشروع جديد، فكره مبتكره، اكيد انك درستها واكيد انك دراسه الجدوى من عندها واكيد انك سويت استبيان لو بسيط، لكن قضيه الدخل انت الى الان ما تدري، في دخل غير ثابت في الوظيفه. طبعا احنا ما نكون يعني نشين لك الفكره ونقول فكره غير كويسه، لكن قضيه انه الاشياء اللي ممكن تصادف في البدايه، الدخل غير ثابت، قد يكون في مخاطرة عليك، قد يكون لأنك تخاطر، قد بعض الناس يقول والله أنا عندي فكرة مشروع، قد يكون استغني عن، أنا ما أقولك يعني أقولك تستغني عن وظيفتك، لكن بعض الناس يقول لا خلاص أنا الوظيفة منها، وقد يكون في قرار مخطئ، لذلك قد يكون في مخاطرة، قد يكون مخاطرة هذه إيجابية بعدين، قد الله سبحانه وتعالى يوفق ويمشي في المشروع، وقد لا، عوامل ما يتوفق فيها، تمام؟ ساعات العمل الطويلة لأنك تعمل لعملك أنت، وليس في وظيفة حكومية أو وظيفة شركة خاصة، عملك أنت، شغلك أنت، البزنس حقك أنت. قد يكون في البدايه وتحاول انك توفر مستوى معيشي اقل، ضغوطات عمل الى اخره من الامور. طيب، شوف نفرق الان بين قضيه البزنس مان، رجل الاعمال وريادي الاعمال. فكره اللي قدامكم الان، شوفوا في شيء في فرق، نسمى رجل اعمال، رجال الاعمال والتجار اللي لهم باع طويل، وفي ريادي اعمال. ريادي الاعمال قضيه اللي قلت لكم في البدايه فكره مبتكره، وشوف قدامك الان الحبحبه
كيف انه لما ياخذ قطعه منها دولار كل رجل اعمال، لكن ريادي الاعمال يحاول يطلع منها فكره جديده، ينشئ منها العصير كانه فكره مبتكره، وكيف انه يبيعها بسعر كثير اكبر من كذا. لكن هذا يعطيك مثال بسيط على الفرق بين ريادي الاعمال ورجل الاعمال. رجل الاعمال قد ياخذ نفس القطعه من البطيخه بسعر ويبيعها بسعر اكثر، بسعر بسيط زهيد، لكن ريادي الاعمال فكره جديده مبتكره ويحاول انه يبيعها بسعر يوافي قدر المصروفات اللي صرفها خلال فتره التفكير بهذه الفكره. هذه ريادة الأعمال نتكلم عنها. صفات ريادة الأعمال أو رائد الأعمال ومدارسها، خلونا نأخذ الصفات. قدرة ذاتية، لا بد أنك تتقبل عنصر المخاطرة، ولا بد يكون كريادي أعمال عندك روح العزيمة والإصرار، عندك قدرة على التعامل مع الآخرين، عندك التأهيل العلمي، عندك الخبرة المكتسبة. هذه كلها أمور لا بد أنك تضعها في البال عند البدء في قضية ريادة في قضية ريادة الأعمال. طيب شوف الآن عندك الآن يا تشوف الصورة هذه قدامك أسامة تشوف الصورة اللي قدامك. وش رأيك فيها؟ هل أنت واحدة من هذولي يا أسامة تتوقع؟ هل أنت واحد من هذولي؟ شوف السبات اللي قدامك، هل تتوقع أنك واحد من هذولي يا أسامة؟ ها أسامة، طيب احنا نتكلم عن اشياء معينه، اشياء مميزات معينه الان في قضيه ريادي الاعمال، انه قد يكون مبدع صبور، لابد انه يكون مبدع وصبور، مستمع جيد، متخذ قرار، مستثمر جيد الموارد، يتقبل مساعدة من الآخرين، يتواصل مع الآخرين. هذه كلها أمور مهمة يسعى إليها رائد الأعمال، أو لابد من صفات تتوفر في رائد الأعمال حتى يستمر بإذن الله في قضية المشروع القائم عليه، أو الفكرة التي يعمل على تطويرها وإنشاء، أو خلينا نقول تكوينها حتى يستمر أو يبدأ في البزنس الخاص فيه أو في العمل الخاص فيه. طيب إذا صفات رائد الأعمال، لابد يكون عنده وضوح في الهدف، لابد أن يبحث عن أسلوب معين في الحياة، قد يكون في البداية أسلوب تقشف، أسلوب لابد ما يصرف أي شيء على أي شيء، لابد أن يكون دقيق في الصرف لأنه هذا من حر ماله في البداية، لابد أن يحافظ عليه بأقصى قدر ممكن، قد يكون من رأس ماله، قد يكون مقترض من البنك إلى آخره. لا يخاف من الفشل، الفشل اكيد قد يحصل، لكن قد يكون الفشل بعض المرات هو وسيله للنجاح المستمر باذن الله عز وجل. وتمعنوا في قصص الناجحين، تمعنوا في قصص الناس المبدعه، فشلوا في البدايه لكنهم تمكنوا باذن الله عز وجل من الاستمرار في النهايه. احنا نقول لابد الواحد يقيم الفشل، قد يكون بعض المرات مانع لك او حاجز لك في انك مثلا تطلع من وظيفتك، في انك مثلا، لذلك لابد انك قبل، احنا ما نقول اترك وظيفتك اللي فيها دخل ثابت لك وتوجه الى اي عمل حر، لا، لابد يكون في دراسه معينه، يكون عندك فكره مقبوله، ولا تخاطر الا انت متاكد 100%. لا نقول انك اترك الوظيفه وروح العمل الحر، لا، الواحد يفكر في هذا الشيء مليا قبل ما ينتقل او يستقيل من وظيفته الى اخره من الامور. لابد يكون عندك فعلا القدره على الاستمرار، ويكون عندك على الاقل خطط بديله لا سمح الله في حال فشل المشروع. لذلك لابد قرار ترك الوظيفه الحاليه بالذات اللي كان فيها دخل ثابت ومناسب لك، وانت الان ما عندك الفكره المناسبه فعلا، وما عندك دراسه جدوى الفكره الجديده، فلا بد انك ايش تنتظر تدرس الفكره جيدا قبل الاقدام عليها. لابد يكون انك تكون عندك قدره على مواجهه العوائق الى اخره من الامور المهمه. في مدارس لرائد الاعمال، عندك مثلا في عندك يتبعها او ممكن نقول نحكم عليها في قضيه تقييم رائد الاعمال، في مدرسه السمات، من خصائص المدرسة هذه على اسمها أن يكون في حاجة شديدة للإنجاز، أن ينجز رائد الأعمال في قضية بداية المشروع إلى غيره، أن يكون في منافسة
وفي إبداع وفي ذكاء، في قدرة على تحمل المخاطر، في قدرة على التفكير الابتكاري، في الميل للاستقلالية، نميل الاستقلالية، القدرة على الضبط الذاتي، العزيمة والإصرار، الثقة بالنفس. هذه كلها سمات، هذه كلها سمات من التي يعني تتكلم عنها مدرسة السمات في وضع الصفات المناسبة لرائد الأعمال. هذه قد تكون تجيك مثلا في صح وخطأ، تجيك في اختيارات إلى آخره، أن يبين لك في مدارس معينة، وكل مدرسة لها معايير معينة تطلقها أو تميز رائد الأعمال، تميز رائد الأعمال فيه. طيب هذا اللي اخذنا مدرسه السمات اللي قلنا يكون الحاجه الشديده للانجاز، المنافسه، الابداع والذكاء، هذه كلها من صفات رائد الاعمال، وهذه اطلقتها مدرسه اسمها مدرسه السمات. النوع الثاني يسمى المدرسه البيئيه او الموقفيه، اللي هي فيها معلم معين، نظريه الثقافه، نظريه الجد، متى انك تدخل في هذا المشروع او تطلع منه، الحراك الاجتماعي، الخلفيه الاسريه، التعليم والخبره واثرها على رياده الاعمال، هل على رائد الاعمال، هل هي تؤثر الخبره، هل تؤثر التعليم، هذه كلها من العوامل المندرجة أو التي تضمنت التي داخل ضمن معايير المدرسة البيئية أو الموقفية. في قضية المدرسة السلوكية النوع الثالث، المدرسة السلوكية أو ما نسميه مهارات تفاعلية ومهارات تكاملية، مهارات تفاعلية ومهارات تكاملية. ندى تسمعين يا ندى؟ دخلت ندى قبل شوي، عندنا أسامة وندى. ندى تسمعين؟ الله يطول عمرك. تسمعين يا أخت ندى؟ هل الصوت واضح؟ أسامة يقول الصوت واضح. ندى؟ أسامة إلى الآن الصوت واضح صحيح؟ أسامة هل الصوت واضح؟ أسامة الصوت واضح؟ الصوت واضح من أخوك الصورة؟ الصوت والصورة قل لي بس، الصوت والصورة الحمد لله. طيب يا ندى هل الصوت والصوت والصورة واضحين يا ندى؟ ما ادري كل المايك عنده خربان او ما تعرف تستخدم الشات. ندى طيب في المدرسة السلوكية ممتاز واضح يعني تمام. اصلا المحاضره راح تكون مسجله ان شاء الله وبحطها في المنتدى، لكن عادي يكون في تفاعل معي جوا المحاضره والله، بس اليوم الحضور قليل. في قضيه المدرسه السلوكيه هناك مهارات تفاعليه ومهارات تكامليه، هناك مهارات تفاعليه ومهارات تكامليه تتكلم عن هذه المدرسه. نتكلم عن المدرسه السلوكيه، مهارات تفاعليه وتكامليه، قد يكون مهارات تفاعليه تتفاعل معها خلال تفيد خلال بالتفاعل والاستمرار في العمل الحر الذي انت تعمل فيه، ومهارات تكامليه ايضا تتكامل مع خبرتك ومع مستوى تعليمك. هذه المدرسه السلوكيه. المدرسه المعاصره اللي تتكلم عن الاحساس بالفرصه، اذا كانت فرصه موجوده تحس في هذه الفرصه وتعمل على استغلال هذه الفرصه باكبر قدر ممكن. هذه المدرسة المعاصرة اقترحت عدة سمات لرواد الأعمال: المثابرة ووضع الأهداف والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية والانضباط الذاتي والتعامل مع الفشل والثقة بالنفس. كل هذه الأمور مهمة جدا في قضية السمات الموجودة في رائد الأعمال، والتي اقترحتها المدرسة المعاصرة ليكون عندك مثابرة، وأن يضع رائد الأعمال لها أهداف معينة، سواء أهداف قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وأن يكون له قدرة على بناء العلاقات الإنسانية والقدرة على التواصل، وأن ينضبط ذاتيا ويتعامل مع الفشل، ويكون لديه ثقة بالنفس. ثقة بالنفس هي التي تعينك بعد توفيق الله عز وجل أن تتعامل مع الفشل الذي قد يحصل. حصول الفشل ليس بعيد، هي أمر طبيعي مع كبار رجال الأعمال، وبالك في رواد الأعمال. اقرأ القصص الموجودة محليا وعالميا، اقرأ القصص المحلية عندنا الآن رجال الأعمال وعالميا كيف أنهم فشلوا في البداية. هذه كلها تتكلم عنها المدرسة المعاصرة. قد يكون هناك تحمل، لابد أن يكون هناك تحمل المخاطر والطاقة وتحمل الغموض والقدرة على التفكير الابتكاري. كما قلنا ريادة الأعمال تعتمد على الفكرة جديدة، فكرة ابتكارية جديدة حتى تتمكن بإذن الله عز وجل من المنافسة والدخول بقوة إلى السوق.
تصنيف احنا الان خلصنا تقريبا مواضيع مهمه، تصنيف اصحاب المنشات، اصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه، هناك اصحاب منشات بدون سابق خبره عمليه، واصحاب منشات اصحاب خبرات سابقه غير متصله، واصحاب خبره متصله يمتلكون ويديرون حاليا منشأة او اكثر. هذه كلها تتكلم عن قضية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتكلم عن تصنيفها. بعضهم يبدأ يدخل السوق ما عنده خبرة، وبعضهم خبراتهم يعني متقطعة غير متصلة، وبعضهم لا، اصحاب خبرة متصلة يمتلكون عندهم كذا منشأة، يحاولون الاستمرار في 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 تشغيلها والعمل عليها. ليش صنفنا هذه؟ حتى نعرف فعلا ايش المشكلات اللي تواجه بعض المنشآت تلقاها صغيرة وبدأوا فيها ناس بدون خبرة، وبعض المنشآت تلقوا فيها أصحاب خبرات متقطعة. هذه كل التصنيفات حتى نعرف المشاكل وكيف نتعامل معها. لعلنا اليوم بإذن الله عز وجل نكتفي إلى هذا الحد، ونكمل معكم إن شاء الله، ونكمل معكم بعد غد الثلاثاء. هناك محاضرة إن شاء الله بعد غد الثلاثاء. طيب يا شباب، طيب معاي يا ندى، معاي يا نهى، معاي يا أسامة. اليوم تكلمنا عن مقدمة، وبحط إن شاء الله رابط تسجيل المحاضرة هذه بإذن الله عز وجل في المنتدى. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، أسأل الله سبحانه لكم التوفيق لكل خير بإذن الله عز وجل. اليوم تأخرت علي شوي في المحاضرة، لكن يوم الثلاثاء أرجو من الجميع أن يبدأ معي، أنا فعلا دقيق في المواعيد، وأتمنى من الجميع أن يبدأ معي في التوقيت. اليوم الأحد عند محاضرتنا كل أحد وكل ثلاثاء، الأحد من الساعة 4:30 العصر وتنتهي 5:15 العصر. إذن عند المحاضرة كل أحد وكل ثلاثاء، الأحد تبدأ 4:30 العصر وتنتهي 5:15 العصر، واليوم الثلاثاء تبدأ 7:45 العشاء أو مساء وتنتهي 8:30 مساء. نراكم بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء. مثل ما قلت أكرر، محاضراتنا في الأسبوع مرتين أحد وكل ثلاثاء، يوم الأحد من الساعة 4:30 العصر وتبدأ 4:30 العصر وتنتهي 5:15 العصر، وأنا وضعت هذا في المنتدى في تدارس. ويوم الثلاثاء تبدأ 7:45 مساء وتنتهي 8:30 مساء. جزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونراكم بعد غد الثلاثاء. ونراكم اليوم، أنهينا المحاضرة الأولى اليوم، الحمد لله أنهينا المحاضرة الأولى والمقدمة، ونكمل معكم المحاضرات بعد غد الثلاثاء بإذن الله عز وجل. وكل التفاصيل هذا موجودة في منتدى تدارس، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. نعم، المحاضرة مسجلة يا حنين، سجلتها الآن وبحطها لكم في منتدى تدارس لفتى المحاضرة يرجع لها. إذا انهينا المحاضرة الأولى، ونلتقي فيكم بعد غد الثلاثاء الساعة السابعة 5:45 مساء. أعيد وأكرر للتأكيد، لدينا كل محاضرتين كل أسبوع اليوم الثلاثاء، اللي هي محاضرة من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 5:15 مساء، ويوم الأحد من 4:30 تبدأ وتنتهي 5:15، وعندنا يوم الثلاثاء تبدأ 7:45 مساء وتنتهي 8:30 مساء. كل التوفيق لكم. أستأذن الجميع بأن يغادر غرفة المحادثة، وسوف أضع لكم رابط تسجيل محاضرة في منتدى تدارس. أيضا سوف أضع لكم الشرائح في منتدى تدارس. وللمعلومية، دائما المصدر الأساسي في هذا المادة للمراجعة والمذاكرة هي المحاضرات الحية التي ألقيها لكم، هي المصدر الأساسي، المحاضرات الحية اللي أتكلم فيها الآن. لكن الشرائح أو أسئلة المراجعة أو المراجعة اللي نقوم فيها الآن، بعض المرات هي أشياء مساعدة وفرعية، الأساس دائما هي المحاضرات الحية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الدرجات العليا في الدرجات. أستأذن من الجميع مغادرة غرفة المحادثة، يا ريت تغادرون، الله يجزاكم الجنة. حياك الله يا أسامة، مع السلامة.
حياكم الله يا أريج، احنا أريج خلصنا المحاضرة، جيتي متأخرة. بحطها في المنتدى مسجلة يا أريج، بحطها في المنتدى بإذن الله عز وجل. محاضراتنا كل ثلاثاء وكل أحد، كل أحد من الساعة 4:30 العصر إلى الساعة 5:15 مساء، وكل ثلاثاء من الساعة 7:45 مساء إلى الساعة 8:30 مساء. وحاط هذه كل المعلومات في المنتدى، وبإذن الله عز وجل بنقل لكم كل الكلام هذا، تسجيل المحاضرة اليوم والشرائح كلها في المنتدى. وعموما دائما أكرر، المرجع الأساسي في هذه المادة هي المحاضرات الحية اللي يتكلم فيها الآن أمامكم. بالنسبة للشرائح وأسئلة المراجعة كلها أشياء مساعدة. حياك الله يا ماريا، حياك الله يا ماريا، حياكم الله يا ماريا. أعيد وأكرر للحاضرين الآن، أريج وماريا تسمعوني؟ أريج وماريا تسمعوني؟ أريج وماريا تسمعوني معاي الآن؟ أريج وماريا تسمعوني؟ أريج وماريا اكتبوا في الشات لو سمحتوا، في الشات اكتبوا تحت في الشات. احنا خلصنا المحاضرة أريج وماريا، احنا خلصنا المحاضرة، بدأنا 4:30 وتنتهي 5:15، يعني بقي دقيقتين وتنتهي. احنا محاضراتنا كل احد الساعة 4:30 عصرا وتنتهي 5:15، الاحد تبدأ 4:30 وتنتهي 5:15 عصرا، والثلاثاء تبدأ 7:45 مساء وتنتهي 8:30 مساء. ووضعت هذا في المنتدى، وسوف أضع المحاضرة اليوم مسجلة، سوف أضعها، أنهينا المحاضرة اليوم الأولى، وضعها في المنتدى، منتدى تدارس، بضعها لكم فيه بإذن الله عز وجل تشوفونها بأنفسكم. أيضا بضع الشرائح هناك لكم إن شاء الله. ودائما أقول المصدر الأساسي في المادة هو المحاضرات الحية اللي أتكلم فيها الآن. الشرائح أو أي أسئلة المراجعة نلقوها نسويها في المحاضرة هي أشياء مساعدة، الأساس هو المحاضرات الحية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والدرجات العليا في الدارين. يا ليت يا ليت يا ليت لا، المحاضرة هذا عندي محاضرتي الآن، الله يطول عمركم، لكل أحد، كل أحد من الساعة هذه مسجلة عندي محاضرة الريادة، كل أحد، كل أحد من الساعة 4:30 مساء إلى 5:15 مساء، كل أحد، هذه محاضرتي أنا الريادة، الله يطول أعماركم، المحاضرة من 4:30 إلى 5:15 مساء يوم الأحد دائما، هذه محاضراتي، الله يجزاكم الجنة. لا، لابد تحضرون معي الجميع، لابد يحضر الجميع، مكتبتها في المنتدى، لابد الجميع يحضر، الله يطول اعماركم، الحضور مهم جدا، الله يسعدكم. لابد اريج المحاضر عندي هنا، لابد تحضرونها، الله يسعدكم، لابد المحاضر تحضرونها هنا، لان مهمه، حضور المحاضره مهم جدا يا اخواني اخوات، حضور المحاضره مهم جدا، لابد الجميع يحضر، لابد الجميع يحضر، لابد ان الجميع يحضر. استأذن من الجميع مغادرة غرفة المحاضرة، استأذن من الجميع مغادرة غرفة المحادثة، استأذن من الجميع مغادرة غرفة المحادثة. اخوان اخوات، اريج ماريا، استأذن من الجميع مغادرة غرفة المحادثة، انتهت المحاضرة.